العقل المسلم المعاصر للأسف الشديد، وربما عقل الانحطاط في قرون الانحطاط من 800 سنة، حدد الإسلام قانونيا أو تشريعيا أكثر منه روحيا، وبالتالي يمكن القول بأنه دار مع الوسائل أكثر من دورانه مع الغايات. كان يمكن أن تكون البداية من تحديد الإسلام غائيا، ثم الانتقال بعد ذلك إلى انتقاء الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الغايات. الذي حصل هو المعكوس للأسف الشديد. أيضا العقل المسلم للأسف الشديد من مميزاته المعاصر، طبعا من مميزاته أنه أولى النصوص أهمية تفوق بكثير المساحة التي تركها خالية لكي يعمل فيها العقل. إلى الآن ليس لدينا نظرية واضحة في علاقة العقل بالنقل يمكن أن تتقبل على أنها نظرية تعمل في إطار إصلاح العقل المسلم بشكل صحيح وفاعل، يعيد إليه الحياة وقابلية العمل والاشتغال.